السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحة مزيان، نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. ملي مشيت لحديقة الحيوان اللي كاينه في الرباط، جميع الحيوانات اللي كاينين فيها جاوني مألوفين، يعني ديجا شايفينهم، سبع نمر فيل مألوفين بزاف، كنشوفهم في التلفازة او يعني في شي بلايص كنشوفهم مباشرة او لا في حديقة حيوان وحدة اخرى في مدن وحدة اخرين. ولكن سبحان الله من وقفت هنا ونشوف هذا الحيوان هذا، بقيت واقفة يعني مدة وانا كنتأمل فيه، وجاني غريب واول مرة كنشوفه انا بعدا. ما عرفتش واش نتوما فايتين شايفين ولا لا، ما عرفتش، ولكن انا بالنسبة ليا استغربت الشكل ديالو، سبحان الله، يعني ما بين قنية ما بين كونغورو ما بين جمع بزاف ديال الحيوانات حيوان واحد. يلا كنتحداكم تقولوا لي شنو سميتو ومن اين دولة جابوه. صافي، اللي عرف الجواب اخلي لي في التعليق. انتظار تلقاكم فيديو جديد، تهلاو لي فراسكم بزاف بزاف، السلام عليكم.